جديدة من صحتك بالدنيا رح نستقبل من خلالها ضيوف تعودتوا عليهم وبتحبون وصاروا من أهل البيت. اليوم رح نحكي عن مرض بيعتبر المصدر الرئيسي للتكاليف وضياع الإنتاجية. شو هو المرض اللي عم نحكي عنه ومين هن ضيوفنا؟ خلينا نشوف سوا. موضوع حلقتنا هو الصداع النصفي أي الميجرين. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور نانسي معلوف اختصاصية في الجهاز العصبي، إليان معوض اختصاصية التغذية، وعلي سرحان اختصاصي في الطب الصيني والياباني، ودونا أبو جودة مدربة يوغا. من بعد ما شفنا نحن وانتم شو موضوع حلقتنا لليوم، بدي اقول لكم انه ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك وتويتر، او عبر رقم الهاتف اللي رح يمرق خلال الحلقه. اما هلا ومثل ما عودناكم بكل حلقه، خلينا نشوف شو هي اخر الاخبار الطبيه بهيدا الريبورتاج. أثبتت الاختبارات الطبية أنه لشرب الماء على الريق فوائد كثيرة وعلاج للعديد من الأمراض مثل الصداع والإرهاق المزمن وكمان أمراض القلب والسل وأمراض الكلى والجهاز البولي، بالإضافة لالتهاب المعدة. للاستفادة من شرب الماء الصبح ينصح بشرب 4 أكواب من الماء على الريق، والأفضل أنه يكون الماء معتدل والابتعاد عن شرب الماء البارد اللي بيسبب التهاب الحلق أو ألام الأسنان الحساسة. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا على رقم الهاتف الموجود باسفل الشاشه. اما هلا بدي رحب بالدكتوره نانسي معلوف اختصاصيه بالجهاز العصبي. اهلا وسهلا فيك دكتور. كيفك اليوم؟ موضوعنا هو الميجران، رح نشوف بلمحه سريعه عن هذا الموضوع. الصداع النصفي أو الميجرين هو نوع من أنواع الصداع بيتميز بألم على جانب واحد من الرأس، بيحدث بسبب اضطراب بالأعصاب والأوعية الدموية، وهو أكثر شيء بيصيب النساء. من الأسباب المعروفة اللي بتؤدي للإصابة بالصداع النصفي تغيرات الهرمونية، التدخين، الروائح الشديدة، بعض الأدوية، تغيرات بنمط النوم، بالإضافة للعامل الوراثي. أما أعراضه فهي ألم نابض بمعظم الأحيان بأحد جوانب الرأس، ولكن مع تحريك الرأس ممكن يزداد الألم وبسبب الغثيان والتقيؤ أو فقدان مؤقت لجزء من النظر. فإذا مثل ما شفنا موضوعنا هو الميجران، شفنا لمحة سريعة عن موضوع اليوم. أم بس هلأ رح نرجع لك إليك دكتور، بديك تعرفي لنا شو الميجران. الميجرين هو نوع من أوجاع الرأس المعروف بالعربي من له ألم الشقيقة. نعم. المعروف أنه أكثر شيء بيجي على فرد ميلي من الرأس، يعني الشخص يلي يصاب بألم الميجرين إجمالا بيجي على فرد ميلي، بس ممكن يصيب الميلتين من الرأس. تيبيكلي فينا نشوفه وراء العين، بنحس فيه وراء العين أو على هيدي الميلي من الرأس. نوع الوجع بيكون معين، يعني بيكون وجع عم بينفض نفض، هيك بيوصفه الشخص يلي عنده اياه. واكيد ممكن يكون عوارض تجي مع وجع الراس يلي هي ممكن نحكي عنها. لا رح نحكي عنها. هل هو اضطراب عصبي؟ منه مرض بالجهاز العصبي، يعني ما بنحب نسميه مرض، ما بيأثر على حياة الانسان، بس هو مشكلة بتصيب الجهاز العصبي بتأدي لألم بالراس. نعم، شو أسباب هالمرض؟ للمضبوط مضبوط ما بنعرف اسبابه، بس ملاحظين انه بالعيال بيجي، دونك اكيد في اسباب يعني وراثيه. يعني اهم شيء بيكون العامل الوراثي. اهم شيء هو العامل الوراثي اكيد، بس ممكن عالم ما يكون في حدا بالعائله عنده وجع راس وهن يكونوا اول شخص بالعائله بلش الوضع. نعم، ممكن يكون من وراء خلل هرموني او المناخ البيئي اللي نحن عايشين فيه. السبب ما بيكون الخلل الهرموني، بس التريجر، يعني شخص عنده استعداد يعمل ميجرين لما يصير في عنده اضطراب هرموني. اكثر شيء النساء اللي عم نحكي بهالموضوع، هالشيء بيسبب لهم الوجع بوقتها. نعم، كنا عم نحكي انه في نوع للالم، كيف هو؟ دونك مثل ما قلنا بيكون الم بينفض نفض او بينبض نبض، بصير يحسه كانه يعني شريان، مثل العرق او شريان مثل ما بيقولوا. مزبوط، كانه الاحساس كانه مماثل انه لشريان هيك عم بينفض.
ممكن قبل ما يبلش الوجع يصير في زوغين بالعيون، ما بعرف اذا رح يفرجوا الصور، نعم بيشوفوا مثل زيكزاك او مثل اركانسيال بالصوره يلي عم نطلع عليها. بعدين اجمالا بعد 10 دقائق ثلث ساعه ممكن يبلش الم وجع الراس، ببلش خفيف وبيقوى شوي شوي، ممكن يضل بين الاربع ساعات والنهار الكامل اذا ما تعالج اكيد. نعم رح نحكي اكيد عن العلاج. ليه بيكون هالوجع على جنب مثل ما حضرتك سبق وقلتي؟ يعني ليه بيكون على ميله وحده بس؟ صح، مش ما بنعرف عن مظبوط ليه على ميله وحده، بس الباثوفيزيولوجي انه كيف بيصير وجع الراس بنلاقي انه بياثر على ميله وحده من الدماغ. بس مثل ما قلت هذا ما بيعني انه الالم يلي بيجي على الميلتين هيدا منه مايجرين، لانه في حالات بيجي على الميلتين حسب نوع المايجرين ولا حسب نوع جسم حسب الاشخاص الانسان. حسب الاشخاص كل شخص شيء. نعم، شو العوارض اللي بيعاني منها المريض مع المايجرين؟ اكثر شيء بيعانوا من العيان بالنفس، خاصه لما يكون الوجع قوي بصير في العيان نفس. وفي شيء كثير تبيك وخاص بوجع المايجرين هو الحساسيه على الضوء والحساسيه على الصوت. يعني المريض بيجي بيقول لي انه انا لما بلش المايجرين عندي بدي فوت على الغرفه طفي الضوء سكر المونوبروك عتم الاوضه على الاخر وبمنع او ببعد عن كل شيء صوت حولي لانه هيدا بيخلي بيزيد من الوجع. نعم، ممكن الستريس يؤدي للمايجرين او الجوع مثلا اذا شخص ضل طول النهار بلا اكل، أكيد. يعني اضطراب بالنظام الغذائي عنده اكيد في كثير عوامل ممكن تؤدي لانه شخص عنده استعداد يعمل ميجرين انه تصير عنده الميجرين، منها الانقطاع عن الاكل او الجوع، اهم شيء الوقعات يلي مش منتظمه، يعني اذا ما عم ناخذ الترويقه والغداء والعشاء بالوقت اللازم. من اهم العوامل كمان اللي ممكن تؤدي للميجرين هي الكافيين. الكافيين او انه يكون جسمنا معود انه يشرب كافيين كل يوم بعدين ينقطع فجاه عن الكافيين، هذا بيخلي يصير في وجع راس. في انواع اكل معينه ممكن تسبب الميجرين وهذا بيختلف بين مريض والثاني. في اشخاص يعني انواع الماكولات اللي اكثر شيء بنلاحظ ممكن تسبب الميجرين النبيذ الاحمر، انواع معينه من الجبنه، ممكن الشوكولا اللي هو للاسف عند العالم اللي بيحبوا الشوكولا، وبيرجع في كل شخص معين بيلاحظ هو بار اكسبيرينس، يعني بصير لازم لما عم بياكل هالاكله المعينه عم بيصير عنده وجع راس فبيتفادى. امبارح كانت حلقتنا عن الناس المدمنه على التدخين، هل اذا قرر الشخص يوقف التدخين بصير معه ميجران خاصه بالفتره الاولى او بالايام الاولى؟ ممكن اذا هالشخص عنده استعداد يعمل ميجران، لانه تغيير بنمط حياه معين مثل توقيف الدخان وهي كانت عاده يوميه عند الشخص ممكن. واكيد قله النوم من اهم العوامل، هو قله النوم والسهر. يعني عندهم كمان اضطرابات بالنوم بصير أكيد. اكيد. كم مره بتكرر الوجع وقديه بيفصل بين فتره اول وجع او النوبه الاولى والثانيه؟ حسب كل شخص، وهيدا كمان بخلينا ناخذ قرارات بالعلاج حسب كم مره عم بيصير وجع الراس. في اشخاص مره كل سنه او مره كل سنتين تيصيروا، في اشخاص لا كثير متكرر عندهم وجع الراس ممكن يصير بالجمعة مرتين ثلاثة. دونك الفريكانس يعني عدد المرات يلي بيصير وجع الراس بالشهر بيختلف من شخص للتاني، وقوة الوجع بتختلف من شخص للتاني. نعم، وقديه بيستمر هالوجع؟ ممكن يستمر ساعة، ممكن يستمر لحد للنهار التاني، ممكن ما يصح إلا ما ناخذ له علاج حسب قوة الوجع وحسب كل شخص. شو لازم يعمل المريض لما تصيبه نوبه؟ هو المريض لحاله رح يلاحظ انه لما يوجع راسه اذا بعد عن الضوء وبعد عن الصوت رح يرتاح شوي. اكيد في علاجات، العلاجات متنوعه، في علاجات بناخذها لما يوجعنا راسنا، في علاجات بناخذها بشكل دايم لحتى ما للوقايه 100% علاجات وقائيه. اهم شيء هي الوقاية، يعني يبتعد عن الاشياء يلي بتسبب له الميجرين، هيدا اهم علاج بيكون. نعم، هل بيرافق الوجع اعراض لها علاقة بالجهاز العصبي؟ اكيد، في حالات معينة ما بيكون بسيط الميجرين عندهم، بيكون بيجي وجع الراس ومعه عوارض مثل الجلطة،
يعني ممكن الشخص اللي عنده الميجرين القوية يصير عنده شلل نصفي أو ضعف بالإيد أو بالإجر متزامن مع الميجرين. ممكن يصير في دوخة قوية، يصير هيك الدنيا تبرم في للشخص. ممكن يصير في غباش بالعيون مثل ما حكينا، وممكن يصير في تنميل. بس دايما لما يكون في هول العوارض مع وجع الراس مننبه المريض انه لازم دغري يشوف طبيب المعالج، لانه هول العوارض ممكن تكون اشياء ثانيه اخطر من بس يعني هيدا هو الميجرين. الفرق بين وجع الراس العادي والميجرين هيدا فرق مهم بيناتهم، بس اكيد في نوع يعني الوجع. يعني كيف انا بدي اعرف بحال وجعني راس عادي انه انا عم وجعني راس عادي او انا مصابه بمرض الميجرين؟ صح. هلا اكيد الطبيب المعالج هو رح يساعد اكثر شيء، بس كفكره عامه نوع الوجع هو يلي بيفرق، يعني الوجع يلي بينبض نبض مش الوجع يلي بيكون ضغط بالوجه، هو الوجع يلي بيجي على فرد ميله، وهو الوجع يلي ممكن يجي معه لعيان النفس، واكثر شيء الحساسيه على الضوء وعلى الصوت. نعم، هلا دكتور بدك تخبرينا شو انواع الميجرين ومراحلها؟ الميجرين فينا نقسمها ميجرين مع اورا، ميجرين بلا اورا. اورا هي هالمجموعه العوارض يلي اجمالا بتبلش قبل بعشر دقائق او بثلث ساعه قبل ما يبلش وجع الراس. هي هالعوارض يلي هي اكثر شيء غباش العينين والزيكزاك يلي بيصيروا. رح نحكي عن العوارض دكتور، بس قبل معنا اتصال حتى ما نطرون. اهلا وسهلا فيك يا ساميه. عرفتيني؟ ليلو ليروس لبنان. بدي اشترك في البرنامج. نعم ما عم نسمعك، فيكي لو سمحت تعلي صوتي؟ كل يوم عم بتلاقوا. الو؟ نعم. ايه الو؟ نعم عم نسمعك، تفضلي. كل يوم عم بتلاقوا البرنامج. عم برد عليك رقم 1 2 3. لكن خلينا نكمل دكتور عن انواع الميجران. كنا عم نحكي انه الميجران له انواع، وفي شيء اسمه اورا بنحس فيه قبل ما يصير. الاورا هي العوارض يلي بنحس فيها قبل ما يبلش الوجع. اجمالا الشخص يلي معود يعمل ميجران بيعرف لما يبلش يحس فيها انه هلا رح اعمل ميجران، يلي هي مثل ما قلنا الغباش بالعيون، او بنصير نشوف قسم من الصوره ملون مثل الاركانسيال، هي لعيان نفس. هو اغلبيه الاحيان هيدي الاورا، او في الميجرين يلي بلا اورا اللي بتبلش دغري مع وجع الراس. نعم، هو اللي هي انواع الميجرين. نعم، يعني ممكن واحد فجاه تصيبه الميجرين بلا ما يفوت بهالعوارض دغري. أكيد. يحس بوجع الراس. اكيد يبلش دغري بوجع الراس. صح. نعم، شو الفرق بين كل نوع؟ الفرق بيختلف اكثر شيء بالنسبه للطبيب المعالج انه ينقي اي نوع دواء رح يعالجه، بس بالنسبه للشخص يلي عنده الميجرين ما في كثير فرق، مش اكثر ما انه في حدا بيقدر يعرف انه رح يوجعه راسه قبل ما يوجعه راسه والشخص الثاني لا. طيب ليه لهلا ما نعرف اسباب الميجرين؟ ما عم بيعملوا ابحاث عنه؟ سؤال كثير مهم. عم بنعمل ابحاث ودائما في ابحاث عن الموضوع. الغريب انه كنا مفكرين انه الميجرين ناتجه عن مشكله بشريين الدماغ. من كم سنه رجع صار في تيوري جديده بنسميها تيوري لانه كمان منا مأكده. لقينا انه نتيجه الميجرين هي بتبلش ب نيورونال هايبر اكستابيليتي، يعني الجهاز العصبي بيصير ناشط زياده عن اللزوم، ونتيجة هالنشاط الزايد بيصير في تغيير بالشريين بالدماغ. نعم. بس لو منعرف مزبوط السبب ممكن كنا لقينا علاج شافي يلي هو بعد منه موجود. هل ممكن يكون السبب خلل بالجينات؟ أكيد في أسباب جينية، والبروف اللي بيثبت هالشيء أنه بالعيال بيجي مثل الميجران. ما سبق وحكينا أنه أكيد ممكن أكثرية السبب أنه ممكن يكون الميجران. صح. وراثي. صح. نعم، انقطاع الدورة الشهرية برفقة الإصابة بالميجران حتى لو كانت الإمرأة منا مصابة بهالشيء. اللي بنعرفه عن الميجران انه كثير بتتاثر بتغيير الهرمونات خاصه عند النساء. اغلبيه الاحيان المراه ببلش عندها الميجران بسنين يا المراهقه يا اما early adulthood، يعني 18 20 25. حالات كثير نادره انه الميجران تبلش بعد المينوبول،
بس هالشيء ما بيعني انه مش ممكن تصير اكيد. نعم دكتور اكيد نحن رح نكمل بس بعد البريك. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم بتشوفوها باسفل الشاشه. نحن اكيد مكملين معكم بس بعد البريك. رجعنا لكم مشاهدينا رح نكمل موضوعنا عن الميجران. بدي ارجع اذكركم لكل اللي عنده سؤال مباشر حابب يطرحه على ضيوفنا في اتصل على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه او فيكم مشاهدينا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. دكتور كنا عم نحكي عن الميجران، حكينا عن اسبابه وطرق الوقايه منه، هل هو اقوى عند الرجال ام عند النساء؟ للاسف عند النساء. كل الاحصائيات بتقول انه كل اربع نساء في مقابلهم رجل يصابوا بالميجرين بحياتهم. نعم، رح نشوف هلا راي الناس بالميجرين بهذا التاريخ. هي انا بحسها انه من اول شيء ضغط نفسي، تعصيب، كبت، يعني واحد ما فيش خلقه. ما عندي فكرة أبدا، أنا ما عندي ميجرين. بتنسى اللي ما عنده ميجرين شو أسبابه؟ سبب رئيسي هي كمان من العيون، يعني أنا حسب ما بعرف إنه واحد بيكون عنده ضعف نظر أو شيء. إذا عالي ضغطه يمكن من وراء الستريس، تعب الشغل، بس وجع عيون، شغل عيونه كثير. تعب يمكن؟ الارهاق، بس اكثر شيء وجع الدينين بفتكر، انه وجع الدينين اذا واحد تعب كثير وهيك وبخف نظره بصير كثير بيحدي ليقدر يشوف، فبتقوي له شوي بقصه عيونه بتعمل له ميجرين. شفنا عدة آراء منهم قالوا وجع الدينين، وجع العيون، صح. وجع صح. الراس، قلة الأكل، ستريس والتعصيب، شو رأيك دكتور؟ في تعليقين حكيوا عنهم، هن المشكلة بالعيون يلي هي ممكن تسبب وجع بس مش وجع الميجرين، بمعنى أنه الشخص لما يجي عند الطبيب لأول مرة عنده وجع راس، وجع الراس اجمالا بيكون من الميل الادمانيه بالراس، بنطلب انه يفحص عيونه ويفحص نظره، لانه الضعف بالنظر ممكن يسبب نوع وجع راس غير الميجرين، واكيد علاجه بيكون تصحيح وجع الراس اللي كنا عم نحكي عنه باول فقره من برنامجنا. وفي غير اسباب ممكن تسبب وجع للراس مش الميجرين، واحد منها هو الضعف بالنظر. في شاب ثاني كمان ذكر العلو بالضغط، هذا شيء كثير مهم كمان، لانه الضغط العالي ممكن الشخص يكون عنده ضغط عالي لفتره طويله وما مسبب له شيء غير وجع راس. رح نرجع لموضوع الضغط الدم العالي، بس قبل معنا سميه من الجزائر. أوكي. اهلا وسهلا فيك سميه. الو سميه عم تسمعينا؟ الظاهر ما عم تسمعنا سمية. كنا عم نحكي عن ضغط الدم هو اللي بسبب الميجرين، وأوقات ممكن يسبب وجع راس يلي هو مش الميجرين. دونك هيدي الشغلة من الأشياء اللي منفتش عليها بالورك أب، بالفحوصات يلي عم نعملها عند الشخص نعرف إذا هيدا ميجرين أو نوع تاني من وجع الراس يلي لازم يتعالج بطريقة مختلفة. نعم. وجع الجنين ما له علاقة بالميجرين، ما بيأدي للميجرين أبدا، بس لما يكون في ستريس جسدي، بمعنى انه التهاب بحيلة مطرح بالجسم او حيلة سبب مأثر على جسم الانسان ومضايقه، ممكن الشخص ترجع بقول يلي عنده استعداد يعمل ميجرين تصيبه حالة الميجرين بهذه الحالة. نعم. واكيد الستريس المعنوي كمان ممكن يسبب الميجرين. رح نكمل موضوعنا عن الميجرين بس معنا اروى. اهلا وسهلا فيك اروى. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. عندي سؤال للدكتورة، في صداع العنقودي يعتبر من أنواع الصداع النصفي، وما هو علاجه وأسبابه؟ أروى لو سمحت فيك ترجع تعيدي سؤالك. صداع العنقودي يعتبر من أنواع الصداع النصفي، وما هي أسبابه وليش وشو طريقة العلاج؟
نعم، بدي اتشكر اتصالك اروى. دكتور عم بتقول انه الصداع النصفي شو علاجه؟ شو العلاج؟ العلاج بنقسمه لقسمين. في العلاج يلي بياخده الشخص لما ينصاب بوجع الراس، وفي العلاج يلي بناخده كل يوم از بريفنشن، كوقايه لحتى ما يصير عندنا وجع راس. وطبيعي القرار بيتاخذ حسب كم مره او كم نهار عم بيكون الشخص مصاب بالصداع بالشهر. بمعنى انه اذا الميجرين عم يجي بس نهار بالشغل بالشهر، ممكن انه نستفيد من حبه ناخذها لما يوجعنا راسنا ويمشي الحال. اكيد عده انواع العلاج اللي بناخده لما يوجعنا راسنا، اللي بنسميه ابورتيف ثيرابي، اللي هو بناخده لحتى يروح وجع الراس. في انواع الانتي انفلاماتوار يلي هن عديده، في انواع ثانيه خصوصي للميجرين يلي هي من عائله التريبتانز. اكيد الطبيب المعالج هو بنقي اي دواء بيناسب كل شخص. في غير انواع، وفي الادويه يلي بناخذها كل يوم. هو العالم يلي بيكون عندهم وجع راس ثلاث مرات اربع مرات، بيكون وجع مؤلم كثير وبيخليهم يضلوا بالبيت، ما يقدروا يروحوا على الشغل، يعني بياثر على حياتهم بطريقه مهمه. نعم. هول الاشخاص بنعطيهم علاج دايم بيمنع انه يصير في ميجرين، يلي هو كمان عده انواع. نعم. رح نحكي هلا عن تاثير الميجرين بحياه الشخص، بس قبل معنا بشير من لبنان. اهلا وسهلا فيك بشير. الو بونسوار. بونسوارين، تفضل. في عندي سؤال للدكتوره لو سمحتي. تفضل، عم تسمعك. اي دكتوره، بس بدي اعزك، انا بعمل مارشال ارتس ومرات بيكون في عندنا ضربات على الراس وبحس شوي عندي ميجرين، هل هالشيء ممكن ياثر زياده؟ في شيء لازم انتبه منه؟ أكيد بشير، الضربات على الراس ما بيفيدوا ولا بشكل من الأشكال، ونحن بننصحك إنه مش توقف المارشال آرتس بس تنتبه من هالموضوع. الضربات الدايركت على الرأس ممكن تسبب أوجاع للرأس، ممكن تسبب مشاكل أصعب وأهم من الميجرين اللي هي البرين كونكشن، بس منه سبب رئيسي ودايركت، منه سبب ديركت يعملنا وجع المايجرين. نعم بشير، بدي اتشكر اتصالك. كنا عم نحكي كيف بأثر المايجرين على حياة الإنسان. كنا بنقول يعني من أسباب المايجرين الستريس، هل ممكن حتى المايجرين يعمل ستريس للإنسان اللي عم بيصيبه؟ أكيد الستريس ممكن يسبب مايجرين، ولما تحصل المايجرين هو الشخص بيصير معصب، فمنفوت بدوامة، منصير بمثل vicious cycle، عم بيجعنا راسنا، معصبين، التعصيب عم بيوجع لنا راسنا. بيأثر على الحياة بمعنى انه لما الوجع يكون مؤلم بيصير الشخص non functional، اذا عم بيشتغل ما بيقدر يركز على شغله، اذا ست بالبيت عم تهتم بولادها بطل فيها تركز على الشغل اللي عم تعمله، بتصير اقل شغلة توتر الانسان وما يتحمل، بطل يقدر يتحمل ضغط زايد. قلنا انه الميجرين بيصيب النساء اكثر من الرجال، طب هل بيصيب الاولاد؟ ممكن اكيد حالات اقل من الادلتس، بس ممكن كثير. والميجرين يلي بتصيب الاولاد بتكون حاله خاصه، يعني بتكون شوي مغيره. اغلبيه الوقت الولد ما بيعرف يعبر، ما بيعرف يقول لك انه عم يوجعني راسي. ممكن تبين مثل العين بالنفس، الولد يشتكي انه عم تلعى نفسه، بعدين الام بتقول لك انه بيروح بينام، بعد ما ينام بيوعى، ما بيصير منيح. او ممكن تجي على طريق الدوخه، كمان هذا بيكون نتيجه ميجرين. دونك الاولاد حاله خاصه، اكيد ممكن الميجرين تصيب الاولاد، واغلبيه الاحيان لما تصيب الاولاد هون لازم يتوقعوا الاهل، يعني كل ام عم بتشوف ولدها عنده هالعوارض لازم تستشير طبيب. صح اكيد. واللي كان بدي اقوله انه اجمالا حدا من الاهل بيكون عنده الميجرين لما تبين بعمر هالقد صغير. مثل ما قلنا الميجرين وراثي. رح نكمل موضوعنا دكتور، بس معنا سمر من ليبيا ناطره على الخط. اهلا وسهلا فيك. أهلا. سمر اهلا، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ تفضلي، شو حابه تسالي الدكتور؟ والله عندي ديما صداع نصفي مأثر على عيوني. نعم. سمعت صداع نصفي مأثر على عيونه؟ أثر على عيونه، فينا نجاوبها بمختصر؟
ما فهمت مزبوط كيف مأثر على عيونها، بس ممكن قصدها الأورا اللي حكينا عنها، انه لما يجي الصداع بتبطل النظر يكون واضح وممكن النظر يصير مغبش، واكيد العلاج بهالحاله بيكون علاج الصداع والنظر بيرجع طبيعي. انا كمان بتمنى على سما ترجع تعاود الاتصال أكيد. فينا وتسالنا السؤال اللي بدها اياه. شو دور السلبي اللي بتلعبه الاوعيه الدمويه؟ مثل ما حكينا قبل كنا نفكر الثيوري كانت انه المايغرين نتيجته مشكله بالشريان، بس بعد الدراسات اكتشفنا انه الشريان التغيير فيه اللي بيصير نتيجه هالنشاط الزايد بالدماغ مش العكس، مش هو يلي عم بيسبب المايغرين. نعم، قلنا حتى نشخص الميغرين لازم نزور طبيب لحتى يعرف. أكيد. كيف هالطبيب بيشخص الميغرين وشو نوع الفحوصات اللي بيطلبها؟ صح، التشخيص بيصير بالعياده، بيقعد بيحكي الطبيب مع المريض، بيساله عن كل الاشياء اللي حكينا عنها اليوم. نعم. العوار اللي بتجي معها، المسببات، كل هول الفحوصات بتنعمل لحتى نفتش على غير عوامل ممكن تسبب اوجاع الراس. دونك نحن ما عندنا فحوصات تشخص لنا المايغرين، بس عندنا فحوصات تفتش على غير مسببات تنتاكد انه ما في عوامل زياده ممكن تسبب اوجاع الراس. ممكن الطبيب يطلب صوره للراس اللي هي صوره الرنين المغناطيسي الام ار اي اذا في اسباب تستدعي انه ينعمل هالشيء، مش بكل الحالات بنعمل الصور. نعم، وكيف بحدد الطبيب اي نوع من المايغرين بيصيب الاشخاص؟ بدها تصير مساعده بين المريض والطبيب، يعني هو المريض بده يامن له المعلومات للطبيب لحتى يقدر يعرف اذا في اورا قبل وجع الراس او هو وجع الراس عم ببلش من الاول. هل ممكن يشفى مريض الميغرين نهائيا؟ ممكن، أغلبية الأحيان بيكون هالشي سببه العامل الهرموني. ممكن النساء بعد عمر معين بعد المينوبوز يبطلوا يصابوا بالميغرين، الرجال نفس الشيء بعد عمر معين ممكن، بس مش ما بيكون هالشي نتيجة علاج. يعني للأسف ما عنا علاج شافي من الميغرين، بس عنا علاج ناخده طول ما انه عم ناخده نحن بنكون مرتاحين وما عندنا ميغرين. نعم، بما انه هلا عم نحكي عن العلاج، في ناس بيقولوا انه البوتوكس بيشفي من الميغرين، شو بتقولي لهم؟ البوتوكس بلشنا نستعمله للميغرين باخر كم سنه. نعمل الدراسات عليه، بينعمل بمناطق معينه من الوجه، بمناطق باسفل الراس. مش المناطق اللي بتصيبها الميغرين. لا. لا، ما له علاقة بوين منحس نحن بالوجع، له علاقة بمناطق معينة. نفس المطارح بنعمل لها انجكشن، بنعمل الإبرة بنفس المطرح لكل العالم، بس مش كل الحالات تستفيد بعلاج البوتولينوم توكسين. بمعنى انه الأشخاص لازم يكون عندهم وجع الراس بيتعدى ال 15 نهار بالشهر، على القليل 15 نهار لحتى يكونوا اليجبل لهذا العلاج ولحتى العلاج يفيدهم. للأسف بس البوتوكس بيضاين لمده محدده. اكيد اكيد، ممكن يضاين شهرين ثلاثه وبعدين رح نعوز انه نرجع نعمل الابر. اكيد اكيد. نعم، هل صحيح انه في حالات نادره بيضطر المريض انه يخضع على جراحه؟ ما في جراحة أثبتت علميا أنه بتفيد المايغرين، لسبب أساسي أنه ما بنعرف المنطقة المعينة بالدماغ يلي هي بتسبب. الجراحة اللي بدها تعمله أنه الجراح يستأصل منطقة معينة. هلأ أوقات كتير الأشخاص بيكون عندهم تشخيص مايغرين، بس بالآخر بيطلع أنه سبب وجع الرأس مش مايغرين، بيلاقوا أنه السبب هو مشكلة تانية بالدماغ. بهيدي الحالة أكيد الجراحة بتنعمل، بيستأصل الجراح المنطقة يلي مسبب الوجع، وبهيدي الطريقة بيروح الوجع، بس ما بيكون مايغرين. نعم، في حال خاصة أنه قلنا سبب من الأسباب الرئيسية أنه الوراثة هي سبب المايغرين، كيف ممكن الأولاد يتوقعوا حتى ما يصير معه المايغرين؟ الوقاية بتصير عند الشخص يلي عنده استعداد. يعني إذا أخذت الجين من أهلك يلي بيخليك يكون عندك استعداد تعملي مايغرين، ما فيك تتخلصي منه، خلص موجود بالجينات تبعك. الوقاية بتكون أنه تتفادي
التريجرز، الاشياء اللي بخلوك تصيري تعملي مايجرين. نعم، يعني ما في وقايه. ما في وقايه لانه وراثيه. دائما المرض لما يكون عندك استعداد جيني تيصير عندك هيدا المرض، ما بتقدري تعملي ريفيرس للموضوع، ما فيك ترجعي لورا. بس المساج المهم اللي لازم نوصله للمشاهدين انه في كثير اشخاص عندهم وجع الميجرين وبيسمعوا بيقولوا هيدا ما له علاج وبيعيشوا حياتهم متحملين هالوجع. الشيء اللي نحن بدنا نقوله انه في علاج للميجرين والعلاجات متنوعه. اذا الشخص جرب علاج وما زبط مش معناتها انه هيدي نهايه يعني العالم. يعني هي العلاجات بس بتكون عن طريق الادويه؟ عن طريق الادويه، عن طريق اللايف ستايل تشينجز، يعني بتطلعي بحياتك بالبلان نهارك انت شو عم تعملي اشياء ممكن عم بتسبب لك وجع الراس وبتغيريها وبيمشي الحال. مثل شو؟ مثل ما حكينا القهوه. اذا شخص بيشرب كثير قهوه، ما ضروري بس القهوه، في المشروبات الغازيه اللي فيها كافيين كمان، هيدي في طريقه معينه تتخفي فيها وبتنقطعي عنها وهذا بيساعد كثير. الاشخاص يلي ما بينامون منه منتظم او بيناموا فتره كثير قصيره بالليل، هيدا كمان اذا غيروه واشتغلوا عليه ممكن هالشي يساعدهم كثير. واكيد انواع الاكل، اذا بتتفادي الماكولات يلي بتسبب لك الميجرين هالشي كثير بيساعد. نعم، هل مزبوط انه النشاط البدني او الرياضه بيزيد من الميجرين؟ الرياضه بتساعد، اللي بيزيد من الميجرين انه يكون وقت اللي عم بيوجعك راسك تعملي رياضه. بس اذا في روتين رياضه معين عم بيتبعه الشخص هالشيء بيكون وقايه من الميجرين. دوك اكيد انا بشجع على الرياضه، بس لما يكون الشخص عم بيوجع راسه هو منه لحاله ما رح يقدر يعمل رياضه لانه بتزيد. نعم، بدي اتشكرك دكتور، واكيد رح بتطلي معنا اكثر من مره ببرنامج صحتك.